شنو وقع لهذه الحكومه هذه؟ يعني ساكتين بثلاثه، حتى واحد فيهم ما تيبغي يهضر، حتى واحد فيهم ما تيبغي، واللي هضر تيزبلها بحال داك السي وهبي. حنا دابا في هذه الاحوال، هو قال لك، قال له اش خصك العريان؟ قال له الخاتمه مولاي. دابا حنايا في هذه الاحوال، هو عاد اش قالت لي؟ ينوض يجبد العلاقات الرضائيه ويجبد الاجهاض ويجبد، ما عرفتوش شنو شنو شنو, شنو في الدماغ ديالو داك السيد. لا، واخا تكون باغي تطبق الاجنده كتختار الوقت المناسب، ماشي ملي يكون الشعب كله تيغلي، كلشي طاير له، الفقراء طاير لهم لانهم تضرروا، الاغنياء طاير لهم لانهم متخوفون، الطبقه الوسطى تضرر يعني طاير لها لانها القدره ديالها الشرائيه اللي كانت لا باس بها تراجعت بطبيعه الحال. فهاد الوقت هذا انت تنوض تجبد العلاقات الرضائيه، شنو كتقول السي وهبي؟ دير عقلك، واش تعتقد باللي كونك ما نجحتيش في المهمه ديالك، وملي جيتي وانت كتجبد عليك الصداع، واخرها القضيه ديال المحامين فهمتيني ولا، وما عرفتيش تدبرها، ومشيتي كتفتخر على الناس بالفلوس اللي عند بات ولدك فهمتيني ولا، وكتخربق فهمتيني ولا، ولان الاسم ديالك شحال من مره كيروج بانك غتمشي في حالك، كتحاول تبقى مشعبق زعما في الحكومه من خلال دير شي حاجه زعما اللي يرضى بها الاسياد الموجودون في الخارج فهمتيني ولا، وتبينك زعما كوزير. هذا ماشي، هذه ماشي حساب، هذا ماشي حساب، هذه ماشي سياسه، هذه هذا الرقيع.